السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ معاكم وعد، وحشتوني جدا. وصفة سهلة وبسيطة النهاردة للتخسيس الفوري بإذن الله. أول أسبوع هتلاقي النتائج مرضية جدا جدا، وكمان مفيدة للأمعاء أوي أوي. فضلا وليس أمرا حط لايك قبل ما تسمع الفيديو عشان نشوف احنا معانا ايه. خليكم معايا. أول مكون يا حباب قلبي معايا قشور الرمان الفريش، يعني أول ما فصص الرمانة كده باخد القشور بتاعتها على طول. عايزة أعمل كمية، باخد رمانتين واخد القشور بتاعتها واغسلها كويس وابتدي أستخدمها. طريقة الاستخدام ازاي؟ بسم الله. هاخد القشور بتاعتي في حاجة علشان أغليها كده، تمام؟ دي أول، أو ده أول مكون معايا. معايا تاني مكون القرفة، أعواد القرفة أو الدارسين، يعني بنفس الاسمين. لو في مطحونة مفيش مشكلة خالص. وتاني مكون هو الشاي الاسود او الشاي الاحمر او الشاي الاخضر، ده او ده. وانزل بالمية بتاعتي. انا كده حطيت المية بتاعتي عشان هقوم بغلي المكونات بتاعتي دلوقتي. طيب يا وعد، انا عاملة رمانتين، هحط قد ايه مية؟ هحط لتر ونص. اللتر هو اللي هحتفظ بيه والنص هيروح في الغليان، تمام؟ لو اتنين رمان، لو يعني قشور اتنين رمان، تمام؟ هطلع بيهم على البوتاجاز يغلوا كويس جدا، ونرجع نشوف هنستخدمهم ازاي وهنحتفظ بيهم ازاي. خليكم معايا. ورجعت تاني يا حبايب قلبي بعد ما غليت المكونات بتاعتي كويس جدا. زي ما انتم شايفين كده اهي، الرمان اتهرى جدا اهو، وكميه الميه نقصت. عشان كده بقول اللي هيعمل كميه كبيره يغلي في لتر ميه، والنص التاني اللي هو نص اللتر هيروح في الغليان. بصوا كميه الميه نقصت خالص اهي زي ما انتم شايفين، تمام؟ ده علشان احتفظ بيها مده كبيره، واحنا طبعا مش هنعمل كل شويه، احنا نبقى عايزين طريقه الحفظ اللي هي مده كبيره. طيب طريقه استخدامه ازاي وطريقه حفظه ازاي؟ هيبرد خالص خالص خالص. اقوم مفضياه في ازازه زجاج، مش عايزه ازازه بلاستيك خالص، ازازه زجاج او استانلس، ازازه استانلس او ازازه زجاج. طيب انا فضيت كله، مش هشرب سكر ولا هشرب بعسل ولا اي مواد تحليه نهائي، لان انا كده بدل ما افيد هخرب الدنيا. طيب فضيتهم كويس وحطيتهم في الثلاجه. عايزه اصحى الصبح ما نشربش على غير الريق، مش عايزه على الريق حاجه. هصحى الصبح اشرب لي كوبايه بعد الفطار. بس هستخدمها ازاي؟ هي كانت في التلاجة طبعا ساقعة. انا قلت هوريكم الكوباية الاول بقى شكلها كده بعد ما طبعا صفيتها من الحاجة اللي فيها. زي ما اتفقنا هتبقى في التلاجة، هطلع على قد الكمية اللي انا اشربها الكوباية، احطها في اي حاجة اسخنها شوية بس ادفيها. نركز، ادفيها مش اغليها تاني، ادفيها اضيع السقعية بتاعتها شوية وابتدي اشربها بعد الفطور وقبل النوم، تمام؟ المدة الكافية لحفظها في التلاجة أسبوع بحاله، أسبوع بحاله. المهم إن هي ما تباتش بره التلاجة، جوه التلاجة. أول ما أكون عايزة أشرب الكوباية بتاعتي بطلع أخد الكوباية في مثلا اللي بعمل فيها القهوة الكنكة، وأبتدي أدفي شوية المشروب اللي أنا هشربه، وبشربه بعد الفطار وبعد العشاء أو قبل ما أنام. مفعولها سحر، مفعولها هي يا شاي اسود يا شاي اخضر. المهم ان هي تكون فيها اللي هي القرفه الدارسين والعامل الاساسي اللي هو قشور الرمان. تاخديها مرتين في اليوم لمده اسبوع او 10 ايام، وبنجدد تاني وصفه لو ما لقيناش النتائج مرضيه، لكن هنلاقي النتائج مرضيه ان شاء الله جدا جدا. انا بقول علشان الجسم ما يملش ويبتدي ما يديكيش اي نتيجه. لازم ننوع في وصفات التخسيس كل 15 يوم ان شاء الله. ريحته حلوه جدا وطعمه حلو. لو انا مش قادره، بس انت اصلا مش هيبقى سخن عشان تستحملي طعمه، هتلاقيه دافي هتشربيه مره واحده. لو مش قادره برده ممكن يعني نص معلقه صغيره من سكر دايت، تمام كده؟ يا رب النهارده اكون افدتكم وقلت لكم على كل حاجه، ولو في اي سؤال اكتبوا لي في الكومنت وانا هرد عليكم على طول ان شاء الله. حطوا لايك بقى فضلا قبل ما تقفلوا علشان كده اقدر استمر وناس كتير تشوف الفيديو. ولو انت اول مره تشوف القناه وعجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي فيها وتفعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد، ما تنسيش تدوسي على كلمه الكل اهم شيء. يا رب اكون افدتكم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.